قبل كم يوم قاعد ناظر في يتصفح الانترنت، يقول سبحان الله زلت بي القدم ودخلت على صورة ودخلت عليها ودخلت على موقع، يقول فضاق صدري ضيقة عجيبة، كيف الله سبحانه وتعالى معطيك عيون وغيرك أعمى؟ أصلا الله ما سمح له يشوف لا حلال ولا حرام. في ناس يا جماعة عايشين مع عيالهم 40 سنة ما يعرف شكل ولا واحد في عياله، أعمى. وأنا وياك من فتح عيوننا؟ من اللي خلانا نشوفهم؟ إلا الله عز وجل. فيقول ضاق صدري، يعني الله معطيني هالنعم يقول فجيت بنام وركدت ساعة قبل الفجر على موعد صلاتي للقيام، يقول فجتني ثارت بي النفس اللوامة، أقسم الله بالنفس اللوامة، يقول ثارت علي نفسي قالت والله العظيم ما بتقوم صلاة الليل، يقول كذا خطاب بيني وبين نفسي، قالت تعصيها الحين وتنام بقومك في الليل ما يشرفك، ما يشرف الناس اللي يقول. فقمت وانا بتوضا يقول والله هي نفسي قاعد تحاسبني، يقول قال اقم الصلاه طرفي زلفا من طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات تبغى تروح للسيئات اللي تو شفتها المواقع اللي تو شفتها، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول وانا بصلي صليت ركعتين هذه بس استغفر ربي من الذنب اللي عندي، يقول فصليت هالركعتين وقمت قبل الفجر الحمد لله على الصلاة وصليت الليل، يقول وانا طالع بصلي في المسجد يقول واشغل الراديو الا فيه قول الله، راديو يعني ما هو مسجل الا في الراديو آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يقول ورحت صليت وأنا طالع من المسجد لقيت لي زبال، يقول فقلت أتذكر حديث النبي عليه وسلم أن صدقة تطفئ غضب الرب، يقول فأعطيته قلت يا الله يا رب والله أني أفقر لك من هذا لي ويا رب أن تطفي بها غضبك علي الليلة. يقول فجاني إبليس وأنا راكب السيارة قال لي هو على كيفك تعصي الله تعطي واحد الليلة تقول خلاص وتصير ركعتين، شو يبغى يقنطه الآن وما أقدر يخليه ما يقوم ولا أقدر يخليه يمنع من الصلاة قام يقنطه. يقول أقسم بالله ركبت السيارة شغلت المسجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يقول أقسم بالله إذا